يوم عيد ان احنا نقعد مع اساتذتنا للتواصل وان احنا نستزيد منهم العلم وعلوم الحياه. فباسمكم جميعا انا بشكر جامعه سوهاج ممثله في الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه وببارك له من كل قلبي. ويمكن الدكتور احمد عزيز رصيده في الشارع بره اكبر من اللي في الجامعه، لان الحقيقه مجهوده الفترات السابقه كابن بلد مخلص كمستشار علمي لم يقتصر في حدود الوظيفه، ولكن هو جاب المحافظه كلها، عمل عديد من الحوارات المجتمعيه، تعامل مع كتير جدا من الساده النواب. الحقيقه هو حمل نفسه فوق طاقته، بس هو دايما الانسان ابن البلد المخلص، الاستاذ الامين في مادته العلميه بيبقى هو ده هدفه في الحياه. فباسمكم الحقيقه انا ببارك له جدا، والحقيقه خبر اسلك صدورنا كلنا هو تكليف الاستاذ الدكتور احمد عزيز. ربنا يعينك، كلنا مع سيادتك ان شاء الله، ووراك باذن الله الجامعه هتشهد فتره مكمله باذن الله. الاستاذ الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعه، والحقيقه الفتره اللي فاتت كان قائم بعمل رئيس الجامعه وشاهد عديد من التحديات، فله كل التقدير والاحترام من كل محافظه سوهاج، واكيد من كل اساتذتنا والساده العمده في جامعه سوهاج، لان الحقيقه احنا كنا في مرحله ولاده جامعه جديده في مكان بعيد. اللوجستيات بتاعت ان حضرتك تنقل شقه بتبقى مشكله، ما بال حضراتك وننقل جامعه بعدد كبير من ولادنا، عاوزين نوفر لهم الحقيقه خدمه، عاوزين نخليهم سعداء بالمكان الجديد. فبنشكره كلنا وبنحييه على الفتره اللي قعدها اللي ما قصرش فيها الحقيقه لدرجه امبارح واحنا في مجلس الجامعه بيقول يا انا اخيرا استريحت. فالحقيقه بتمنى له كل التوفيق. كل الساده العمداء الحقيقه بحييهم، وبس بحب اقول لحضراتكم كابنائنا في جامعه سوهاج ان في مجلس الجامعه انا اشتغلت في 7 محافظات قبل كده، دي 8. كل اللغه اللي بيتم ترديدها من الساده العمداء هي مصلحه ولادنا الاول. الحقيقه الامانه اللي عند الساده العمداء ان الحوار ليس لمصالح شخصيه، ليس كل واحد عاوز ياخد كليته هي الاساس، ولكن ازاي نقدر نوفر عنصر الدراسه الجيده، ازاي نخلي اولادنا ما يحسوش ان اللي فيه معاناه في الجامعه، ازاي نحسن الخدمه. الحقيقه ده شيء جميل جدا، فانا بشكر كل الحقيقه الساده العمداء في مجلس الجامعه على هذا الشعور الطيب، وبشكرهم الحقيقه على اهتمامهم. ويمكن انا ما عدتش ملاحق اشتغل في المحافظه من كتر نشاط الجامعه، وانا الحقيقه سعيد جدا ان انا دايما مع كل اساتذتنا في جامعه سوهاج. صدقوني النجاح بيجي مجموعه، ما بيجيش فرد لوحده. الانسان اللي افتكر انه لوحده هو قادر على انه يعمل منظومه او ينجح هو انسان واهم. الاداره علمتنا والعلم علمنا انه لازم نشتغل كلنا كتيبه مع بعض في حب مصر، في حب بلدنا، اذا كنا فعلا عاوزين ننجح نجاح مميز. وزي ما سياده الرئيس قال دلوقتي، ليس الهدف هو ان احنا ناخد اعتماد، ولكن الهدف هو الحفاظ عليه والاستمرار فيه، وان احنا كل شويه نزيد ونجود في خدمتنا ان شاء الله.